طيب بما اننا بنتكلم على الجماهير، احنا امبارح طلبنا من جماهير نادي الزمالك انها تبعت لينا فيديو دعم ومسانده تكون مدته 20 ثانيه عشان نعرضه هنا على قناه الزمالك، واللي حابب طبعا يبعت قدام حضراتكم الميل اللي ممكن تبعتوا عليه الفيديو، وده هيكون رساله مهمه قوي ورساله مؤثره للعيبه قبل النهائي، هتفرق بشكل كبير جدا. وهو ده الدعم اللي انا بقول لحضراتكم عليه، الدعم اللي اكيد هيوصل والدعم اللي فريقكم دلوقتي محتاجه. احنا جمعنا شويه فيديوهات كده، خلينا مع بعض نشوف جمهورنا قال ايه ونتفرج مع بعض على الفيديوهات دي، وبعدها نرجع ونبدا اخبارنا. ان شاء الله البطوله في 100 عقبه باذن الله، ولعبتنا رجاله وهتجيبها ان شاء الله. البطوله في 100 عقبه ورجالتنا قدها باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله يا رجاله، وشدوا حيلكم وركزوا كويس، وان شاء الله البطوله مش هتطلع بره 100 عقبه. ان شاء الله البطوله في 100 عقبه، وزي ما خدناها في 2019 نجيب العرب، ان شاء الله ناخدها السنه دي في مستاد القاهره لازم الجوية ان شاء الله. بحب الزمالك وان شاء الله ياخد البطوله. ان شاء الله الزمالك ياخد البطوله. انا بحب الزمالك ويا رب ياخد البطوله. احنا وراكم ان شاء الله الزمالك ياخد البطوله يوم الاحد. احنا بنحبكم وراكم ان شاء الله هتاخدوها يوم الاحد. ربنا يوفقكم، احنا معاكم وفي ظهركم والله العظيم. ان شاء الله البطوله مش تخرج بره 100 عقبه. ان شاء الله انتوا لعيبه رجاله وعلى قد المسؤوليه، وراكم ملايين ملايين مستنيكم تفرحوهم، وان شاء الله هتفرحوهم. بطوله يا زمالك ان شاء الله هنكسب 2-0، واحد زيزو والتاني الجزيره. البطوله يا زمالك 11 راجل في الملعب. ان شاء الله البطوله زملكاويه، كونفدراليه يا زمالك.